من هو ماجد الكدواني؟ ماجد نبيل الكدواني ممثل مصري درس في كلية الفنون الجميلة قسم ديكور مسرحي وتخرج سنة 1985. ومن خلال عمله في هذا المجال ظهر حبه للتمثيل فالتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية. ومن أهم الأفلام التي شارك بها جاي في السريع، طير أنت وهيبتنا. شارك في عدة مسلسلات بالإضافة إلى مسلسل الرسوم المتحركة افهمني شكرا سنة 2009. حصل على جائزة التمثيل في مهرجان جمعية الفيلم سنة 2013 وجائزة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما. تعرف على سيرته الذاتية معنا. ولد الفنان ماجد الكدواني في شبرا بالقاهرة سنة 1967. انتقل مع عائلته في صغره إلى الكويت، وعندما حصل على الثانوية العامة عاد إلى مصر ودرس ديكور مسرحي في كلية الفنون الجميلة وتخرج منها سنة 1985. بدأ عمله في تجهيز ديكور المسرحيات لعدة مسرحيات على مسرح الكلية، ولكن حبه للتمثيل جعله في البداية يحضر جميع بروفات المسرحيات لينضم بعدها إلى فريق التمثيل في الكلية. التحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1990 وشارك في العديد من العروض المسرحية. بداياته كانت من خلال المشاركة في مسرحية 727 ومسلسل أرابيسك أيام حسن النعماني، وذلك بترشيح من الفنان محمود عبد العزيز. في سنة 1996 شارك في فيلم عفاريت الإسفلت بدور حلزونة. في سنة 1999 شارك في فيلم أم كلثوم، وسنة 2000 في الفيلم الكوميدي فرقة بنات وبس المقتبس عن فيلم أمريكي ومسلسل أواني الود وجسر الخطر. في سنة 2002 ظهر في فيلمين أحدهما كوميدي هو الرجل الأبيض المتوسط بطولة أحمد آدم، عزة أبو عوف وسمية الخشاب، والثاني فيلم روائي هو جنة الشياطين. سنة 2007 شارك في فيلم شيكامارا من إخراج أيمن مكرم وبطولة مي عز الدين، وفي سنة 2008 شارك في فيلم كباريه والمسلسل الإذاعي الهارب. في نفس العام شارك في فيلم ساعة ونص فقط، وهو فيلم دراما من إخراج وائل إحسان ضم عددا كبيرا من النجوم. سنة 2014 ظهر في فيلم ديكور، وفي 2015 ظهر من خلال فيلم قبل زحمة الصيف. كان له عمل واحد في سنة 2016 وهو فيلم هيبتا الذي حقق نجاحات كبيرة، حيث وصلت أرباحه في شباك التذاكر المصرية إلى 10 مليون جنيه مصري، وحققت أغنية الشارة 5 مليون مشاهدة بعد إصداره بعدة أيام. سنة 2017 شارك في فيلم طلق صناعي الكوميدي مع حورية فرعلي، وأيضا في فيلم الأصليين وفيلم الشيخ جاكسون الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية. في سنة 2018 شارك في فيلم الجريمة والغموض تراب الماس من بطولة آسر ياسين، منى شلبي، وعزت العلايلي. أما آخر أعماله فكان نادي الرجال السري، وهو فيلم كوميدي مصري حقق نجاحا كبير، حيث وصلت إيراداته إلى حوالي 60 مليون جنيه بعد عدة أسابيع من عرضه. تزوج ماجد الكدواني سنة 1990 من زميلة له في كلية الفنون الجميلة وأنجب ولدان هما يوسف وساندرا. أشادت لجنة التحكيم في مهرجان شيكاغو لسنة 2011 بفيلم 678 وبأداء الفنان المصري ماجد الكدواني به، ووصفته اللجنة بالممثل صاحب الحضور القوي الذي يدفعك لمتابعته في كل مشهد يظهر به. لم يقم بإلقاء التحية على الفنان أحمد مالك في أول يوم تصوير لفيلم الشيخ جاكسون، لأنه كان من المقرر أن يجمعها في هذا اليوم مشهد مواجهة.